في هذه الحلقة سأري كيف يمكنك أن تقوم باستمتاع بأفضل لعبة تقوم بلعبها، وكذلك كيف تقوم بربح المال عن مجال البلاي تو ايرن. أحبتي الكرام، وكل هذا مجاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة غفسمور. تكون خبطرس ناشم أخو الشراك في القناة بالنقر على الابوني أسكرايب والشراك، وانضم على العائلة الخاصة مني في مجال رحلة الانترنت وكل ما يتعلق حول مجال الرب. عالمو ان شاء الله يحبتي الكرام، في حلقة اليوم ستكون حلقة خاصة حول مجال البلاي تو ايرن. احبتي الكرام، ساقوم بشرح لكم لعبة يمكنكم ان تقوم بالدخول في المجال الخاص بها وتقوم ب لعبيه، وفي نفس الوقت تقوم بالربح بربح الرموز الخاص بها، يعني التوكن الخاص بها، وفي نفس الوقت تلك التوكنات احبتي الكرام التي يمكنك ان تقوم بربحها، يمكنك ان تقوم بتحويلها الى بيتكوين او USDT وتقوم باستخراجها. هذه اللعبه كالعاب مثل البومب كريبتو، مثل الاكسيت انفينيتي، والكثير من الالعاب الخاصه بالبلاي تو ايرن. عالمو ترقبوا معي هذه الحلقه بشده، ساقوم بشرح لكم لعبه ناريه جدا، هي لعبه شبيهه بالبابجي البلاك ابس. يا احبتي الكرام صراحه شيء خيالي خيالي جدا، وهذه اللعبه داخله كذلك في مجال الميتافيرس. احبتي الكرام عالمو، اول شيء احبتي الكرام، الميتا ستورم كما يظهر لكم الان هي كما اشرت اليها، هذه اللعبه مبنيه على البلوكشين احبتي الكرام، تعتمد عليها. يمكنك ان تقوم بالدخول في ساحه احبتي الكرام للقتال، وتقوم بالاستيلاء على اماكن الغير احبتي الكرام، وتقوم كذلك بربح التوكن. نعم ساقوم بشرح لكم كل هذه الاشياء، فقط ابقوا معي لكي تفهموا هذا المشروع الخاص بالبلاي تو ايرن فري فور فري. احبتي الكرام، نعم يمكنك ان تقوم باللعب فور فري. نعم كما يظهر لكم هنا كما اشرت اليها، هنا الفري تو بلاي احبتي الكرام، تقوم باللعب على هذه الطريقه. هذه هي الواجهه الخاصه بالميتافيرس الخاص بالميتا ستور، هكذا تقوم بانت بلعب هذه اللعبه داخليا في هذا الموقع. اول شيء خليني اعرفكم عن كل الأشياء التي عليك أن تقوم بمعرفتها في الدخول في هذه اللعبة وتقوم بالبدء. نعم أول شيء، الميتا ستورم مبنية على البلوكشين، يمكنك أن تقوم باللعب وتقوم بربح التوكن الخاص بهم، كذلك يمكنك أن تقوم باستعمال البي سي أحبتي الكرام، جهاز الخاص بك، يعتمد كذلك على الفيرتشوال رياليتي أحبتي الكرام، الواقع الافتراضي، كذلك تستعمل كذلك هي الميتافيرس. عالمو ما هي احبتي الكرام الميتا ستور؟ الميتا ستور كما اشرت اليها هي انك يمكنك ان تقوم بالدخول في ساحات قتاليه وتقوم بالاستيلاء على اماكن او شيء من هذا القبيل، لكن عليك ان تكون مجهز باسلحه باشياء خاصه بهذه اللعبه. عالم هنا احبتي الكرام في الفاليو الخاص بالميتا ستور، يمكنك ان تقوم بلعب البلاي تو ايرن كما يظهر لكم هنا، كذلك هذه ستقوم بالاستعمال ان اف تي التريدين الخاص بها، كذلك يمكنك ان تقوم باللعب فور فري. نعم هذه التي قمت بشرحها لك، يمكنك ان تقوم باللعب فور فري، كذلك يمكنك ان تقوم بالبناء وتقوم بالربح هنا في البيلد تو ايرن، يعني انك تقوم بانشاء او ببناء خريطه خاصه بك وتقوم ببيعها كانها ان اف تي. نعم داخليا في هذا المشروع. عالمو الكونسبت الخاص بهذه اللعبه احبتي الكرام على شكل الفري فاير بابجي البلاك ابس احبتي الكرام، انك يمكنك ان تقوم بالدخول في مجموعات هكذا انت واصدقائك، يمكنكم ان تقوم بالاستيلاء على اماكن خاصه ب اشخاص اخرون او شيء من هذا القبيل، وتقوم بالربح كذلك الرموز، ويمكن كذلك ان تقوم ببيع الخرائط التي تقوم ببنائها، يعني انك الاماكن التي تقوم باللعب وتقوم بالاستيلاء عليها يمكنك ان تقوم ببيعها على شكل ان اف تيز يا احبتي الكرام داخليا في هذا المشروع. عالم نقوم بالانتقال كذلك الى هنا، هذه هي الاليستريشن احبتي الكرام الخاصه بالميتا ستورم كما تظهر لكم هنا. نعم صراحه شيء جميل جميل جدا، وغرافيزم عالي للغايه. عالم هنا ساقوم بشرح لكم هذه الان اف تي البوكس، يعني كل بوكس احبتي الكرام وعلى ماذا تمتلك، يمكن ان تقوم بفتح خرائط، يمكن ان تقوم بالحصول على
معدات متقدمة كل بوكس وعلى ماذا تحتوي أحبتي الكرام. كذلك يمكنك أن تقوم باستعمال أو تقوم باستدعاء أحبتي الكرام هليكوبتر نعم في اللعبة، وصراحة أشياء متقدمة جدا. كذلك هذه المعدات التي يمكنك أن تقوم بالحصول عليها إذا أردت. وكما أشرت إليها الميتافيرس أو في الميتاستور أحبتي الكرام يمكنك أن تقوم بلعبها كذلك بوسائل متقدمة، يعني أنك يمكنك أن تقوم بلعبها بالفيرتشوال رياليتي بالعالم الافتراضي أحبتي الكرام كأنك أنت الذي تحارب في تلك الساحة. صراحة شيء جميل جميل جدا. هذه البيزنس موديل يا احبتي الكرام كما اشرت اليها يمكنك ان تقوم باللعب بها فور فري مجانا، تقوم بلعب هذه اللعبه هنا في السيرفيس بايمنت يا احبتي الكرام. ان يعني ان اذا اردت ان تقوم بعمل ديفلوب لنفسك او تقوم بعمل ابجريد يا احبتي الكرام ان ضروري يمكنك ان تقوم بشراء الباكس، نعم الباكس الخاصه باسلحه باشياء متقدمه نعم لكي تقوم بالدخول في هذه الساحات الخاصه بهذه اللعبة. عالم هنا في الارنينج في الميكانيزم احبتي الكرام فور البلايرز، هنا لديك هنا البلايرز لديك هنا في يمكنك ان تقوم ببيع انا الايتم الخاص بك العناصر التي تمتلك يمكنك ان تقوم ببيعها في ماركت بليس. هذه شيء جميل جميل جدا. كذلك يمكنك ان تقوم بعمل هنا الكرافتين احبتي الان اف تي البيسز كذلك الكثير من الاشياء. كذلك يستعملون هنا الستيك في الموس، نعم هنا هذه العمله الخاصه بهم هي عمله الموس. الكثير من الاشياء سأقوم بشرحها لكم، هنا سأقوم بشرح لكم التوكن الخاص بهم. هنا في التوكن لديهم فقط هنا 500 مليون، نعم الماكسيموم 500 مليون من هذه العمله الخاصه بالموس. هنا ستكون على شبكه الباينانس سمارت تشين ضروري كما تظهر لكم الان. وهنا في التوكنز الخاص بهذه العمله كما اشرت اليها سوف يعملون 32% سيكون ستيكين خاص يكون على كذلك الكوميونيتي المجتمع الخاص بهم. كذلك ريوردز احبتي الكرام كذلك هنا اياد الفارمي كذلك هنا الفونديشن وكذلك هنا في الماركتينج والكومبيتيشن الايفنت الايكو سيستم سوف يكون 19% فقط. هنا في البابليك سيل يا احبتي الكرام 8%، كذلك هنا في البريفيت سيل يا احبتي الكرام 12%، وكذلك هنا في الليكويديتي 9%. دائما اي لعبه الان يتدخل كذلك في السكين لكي تعطي قيمه للعمله الخاص بها ولن تعرف انخفاضات، نعم السكين صالح لكثير من العملات. عالم صراحه هذه اشياء جيده جدا احبتي الكرام. هنا في البرايس الخاص بها سوف يكون هنا الان 0.3، كذلك هنا في البريفيت في الراوند البرايس سوف يكون 0.035. اما هنا في الليستين يعني في الانطلاقه الخاص بها ستكون هذه البرايس الخاص بهذه العمله سوف يبدا في الليستين ب 0.05 ويمكن يرتفع حتى 0.50 على شكل كذلك مثل عمله الجالا. عمله الجالا بدات بهذه الاسعار وارتفعت حتى 0.90 دولار. اعلم صراحه هذا هو الرود ماب الخاص بالعمله احبتي الكرام كما يظهر لكم الان، وهذا هو الفريق الخاص به نعم كما يظهر لكم هذا هو الفريق الخاص بهذه العمله. اعلم صراحة أشياء جميلة جميلة جدا في هذه العملة. سوف يبدأ يا أحبتي الكرام سيبدأ في 8 فبراير، نعم تذكر هذا التاريخ لكي تقوم باللعب والدخول في غمار في هذه اللعبة. وكذلك إذا أردت أن تقوم بالشراء في باكيجات يا أحبتي الكرام يمكنك أن تقوم بالشراء بها هنا هذه الكابتن يا أحبتي الكرام كذلك الكولونيل كذلك هنا الجنرال كما يظهر لكم الآن، وكل الباكيج وعلى ما تحتوي منه من هنا في الـ NFT Box Skills مهارات كذلك هنا الـ NFT Box الوتفايت يا أحبتي الكرام وأشياء كثيرة. وهذا هو البرايس الخاص بالموس كما يظهر لكم الآن. إذا أردت أن تقوم بشراء الأشياء عليك أن تقوم بشرائها من التليجرام، تقوم بعمل هنا ريجستر على هذه الطريقة سوف يقوم بإدخالكم مباشرة إلى التليجرام وتقوم بإكمال تلك المهمات الخاصة مع هذا البوت لكي تقوم بشراء هذه الأشياء. لكن من الأفضل يا أحبتي الكرام أنك تقوم بالبدء أولا بالفري بلاي تو إيرن يا أحبتي الكرام، يعني أنك أولا تقوم بتجريب هذه الأشياء مجانا
نية، نعم مجانية احبتي الكرام. نعم المهم صراحة كنكون مدير في هذه الحلقة، كان معكم تقريبا استمر بتكون في مجال رحمة الانترنت دائما مع شروحات حول مجال البلاي تو ايرن، وساقوم بشرح لكم اشياء كثيرة حول هذا المجال القادم بقوة في الجيمين. فقط ادعمونا بلايك، ادعمونا بتعليق محفز اسفل هذا الفيديو. تحياتي لكم من دار المنبر، دمتم في رعاية الله، ولا شرح قادم ان شاء الله.